المتهم بريء حتى تثبت إدانته، المفروض إن ده العادي، ولكن ضيفنا النهاردة دايما متهم إنه متحيز لطرف أكتر من الطرف الآخر، وأحيانا يتحمل خسارة الفريق لكن هو يعني سبب الخسارة الوحيد للفريق. ضيفنا النهاردة الحكم المصري الدولي كابتن محمد الحنفي، برحب بيك على يلا كورة. أهلا بيك معنا. أهلا بيك بالزادينة، وأهلا بكل الستاف بتاع يلا كورة وكل الموجودين. مبسوطين بوجودك معنا يا كابتن. بداية كابتن محمد الحنفي كانت في الملاعب في فريق إسكو، وبعدين الانتقال لفريق البلاستيك، ثم بقى لقينا يعني منورنا في الملاعب كابتن محمد الحنفي كحكم. طبعا في البداية أكيد أي حكم كرة بيبقى المفروض أنه مارس لعبة كرة القدم في البداية. ممكن تلاقي أن الكرة مش موفق فيها، فبيبدأ يشوف سلك تاني يسلكه يكون يعني يحقق بعض رغباته أو يفضل جوه المستطيل الأخضر. فدي رقم واحد، هو كمدرب مثلا، كمعد بدني، كحكم كرة قدم، فلقيت أقرب حاجة ليا هي حكم كرة القدم، بالرغم أن أنا ما سعيتش ليها أن أنا أكون موجود. يعني أنا بالصدفة البحتة خالص، حتى وأنا لعيب ما كنتش مهتم بأمور التحكيم، يعني وأنا لعيب كرة ما كنتش مهتم بالحكم وبيحتسب الأخطاء إزاي أو بتحركاته، ما كنتش مهتم بالناحية دي أبدا. يعني الصدفة جات أن زميل ليا حكم سابق، وهو اللي شجعني أن أنا أخش التحكيم. طبعا وصلني باستاذنا الكبير والمحاضر الكبير الكابتن خليل حامد، وهو اللي اكتشف فيا ان انا ممكن اكون في البدايه حكم موهوب. هو نظرته كده، ممكن اكون في البدايه حكم موهوب لحين ما يثبت ذلك يعني. فبالفعل دخلت مجال التحكيم، ومن اول يوم ارتبطت بالتحكيم ارتباط كبير. يعني حاجه ما كانتش على بال حضرتك وفجاه لقيت نفسك في مجال خالص التحكيم؟ خالص يعني ما كانش بيستهويني مجال التحكيم وان انا ولا انا اكون حكم ابدا، لان انا دخلت صغير برضه، دخلت 24 سنه وانت كنت في عز لعبك، ممكن تلعب لحد 30 وحاجه و30 سنه، فانا تركت الكوره واتجهت للتحكيم. هل لو رجع الزمن لورا يعني هتعيد نفس القرار وتبقى حكم، ولا هتكمل في الملاعب؟ اللي عاش تجربة التحكيم بظروفها بالصعوبات اللي فيها ما يتمناش لابنه ان هو يدخل يبقى حكم، ما يتمناش الا اذا هو حب يعيشه نفس التجربة. طب ليه يا كابتن؟ يعني هل يعني حضرتك شايف انه الحكم يعني الضلع الاضعف في منظومة الكرة المصرية؟ مش ببصلها من ناحية الضلع الاضعف، يعني ده شك تاني خالص. انا ببصلها من ناحية الضغوط اللي انت بتمارس عليك في حياتك، سواء حياتك العملية او حياتك الاسرية، انت بتتعب بشكل كبير ودايما دايما دايما في مجهود. يعني مثلا احنا الفترة اللي فاتت الموسم خلص، احنا مريحناش، بنستعد للاختبار الموسم الجديد، خلصنا الاختبار بنستعد بمعسكرات، يعني ده ثالث معسكر نروحه احنا خلصناه. مفيش راحه عندكم خالص يعني السنه كلها؟ ما بنرتاحش فعلا. والله ما بنرتاحش. هل الحكم المصري واخد وضعه صح؟ هل مقدر معنويا وماديا كفايه؟ لا، مش مفيش تقدير سواء مادي او معنوي. قولا واحدا يعني. يعني ايه اللي ممكن يحصل عشان خاطر يعني الحكم المصري يبقى وضعه احسن من كده، خصوصا انه اكيد يعني حضرتك وزملائك لما بتسمعوا ان عايزين حكم اجنبي لمباراه القمه، اكيد دي حاجه بتضايقكم، بتحس انه مفيش ثقه فيكم يعني؟ لا، افضل ان الحكم الاجنبي بيكلف الاتحاد وبيكلف الخزائن الاتحاد لا يقل عن تقريبا حوالي مليون جنيه مصري يعني في المباراه الواحده. الطاقم كامل يعني بالفار بالحكم الرابع، فانت بتتكلمي في يعني تكلفة عالية للحكم الأجنبي، بالرغم من المصري أدار الأهلي والزمالك. احنا في آخر 7-8 سنين تقريبا في 10 أطقم تقريبا أداروا مباراة القمة، وتقريبا العشر ماتشات تقريبا أو 7-8 ماتشات كلها نجحت. يعني ما هو دايما يا كابتن برضو عندنا معضله كبيره في الحكم المصري، يعني دايما مشكوك في اتجاهاته، دايما مثلا يقولوا فلان ده ما هو اصل هو اهلاوي، فلان ده اصل هو زملكاوي، فدايما في شك في الحكم المصري. فالحكم الاجنبي بيجي بقى ملوش دعوه لا باحمر ولا ابيض ولا اصفر ولا اي لون، فدايما بيبقى بعيد عن خلاص الشك. يبقى احنا خلاص حضرتك تقعدي في البيت بقى، لان انت كتاباتك حتى او ارائك اكيد هتقول عليكي ان انت مياله لحد عن حد.
ما بتنتقديش في ده انت كصحفيه او كاعلاميه. هو دايما الجماهير العكس يعني دايما يشوفوا ان انت مع الاخر يعني. يبقى احنا مش هنشتغل لو احنا مشينا ورا الناس وان الناس هي هتتحكم في ضمايرنا يبقى احنا مش هنشتغل. لا طبعا احنا عندنا ضمايرنا وعندنا اللي ربنا اللي نخاف منه في شغلنا. لكن انت في مجال هو مجال تقديري انت في لعبه من اللعبه تحصل ممكن 4-5 قاعدين بيختلفوا على القرار واحد مع الاحتساب واحد مع عدم الاحتساب والتاني لا ده انا ممكن تمشي. فانت في حاجه تقديريه حاجه اتبنت على التقدير لها اعتبارات ولها معايير بتحكمنا بس في الاخر هو تقدير الحكم هو الفيصل. طب هو معلش هو الاتحاد مش بيوفر لكم تنقلات يعني كل واحد بيروح لوحده؟ كل واحد بيروح لوحده يعني انت مثلا انا عندي الاهلي ومثلا والاتحاد السكندري برج العرب مثلا يوم بكره بمشي بكره بعربيه حضرتك الخاصه عربيتي الاتحاد ملوش دعوه اللي معهوش عربيه بيسافر في القطر. طب هو مش كل حكام معاه عربيات يعني لو حكم معهوش عربيه يروح المباراه راكب قطر راكب اتوبيس راكب اي وسيله مواصله طب ما ده لما يروح الماتش هيبقى هو مجهد انت كده مش بتحمي الحكم احنا بتاعك. متحملين بقى احنا نتحمل الاجهاد ونتحمل كل حاجه يعني تتحملوا المصاريف والاجهاد وتتحملوا كل حاجه هو احنا هو شغلتنا كده بس بتحضروا المعسكرات الاتحاد بينظم لكم المعسكرات احنا شغلتنا نعيش متحملين كده. تقنيه الفار هل ساعدت التحكيم ولا بالعكس يعني افقدته شويه ان هو يبقى سيد القرار او ان الحكم هو اللي ملم بكل حاجه حكم الساحه يعني كرة القدم دلوقتي بقت استثمار كبير قوي استثمار يعني بيضخ فيه اموال كبير قوي وارد الاخطاء لكن في اخطاء مش هتبقى مقبوله يعني هدف من تسلل فاتحسب فده هيبقى صعب قوي ركله جزاء واضحه جدا ما اتحسبتش والحكم ما احتسبهاش واثرت على نتيجه الماتش هيبقى شيء صعب مش مقبول فالفار اتعمل لده بدليل ان هو حتى اتقنن ان هو يتدخل في حاجات معينه مش هيبقى هو اللي بيحكم الماتش. ما هو انا عايزه بقى الجدل ده يا كابتن لانه البعض يقولوا يعني حكم الساحه كان عايز يروح يشوف حاجه لكن الحكم الفيديو ما رضيش او العكس حكم الفيديو قال لحكم الساحه راجع اللعبه دي وهو ما رضيش او الحكم الفيديو قال لحكم الساحه تعالى شوف وقال له لا انا مش هاجي اشوف. بالظبط اشرح لنا بقى لانه كله دايما ما هو الحكم اهو ما هو عشان موالي مع الفريق الثاني مش عايز يروح يشوف. ما هو احنا سهل قوي ما هو حصلت معايا كتير يعني يطلع الجمهور يقول لي هو يا كابتن محمد هو قال لك الحكم الفار قال لك فعلا تعالى وانت ما رضيتش. اقول له يعني ازاي حكم الفار يقول لي تعالى او يقول لي تعالى اونفيلد ريفيو. هو بيعرفوا منين ما هو ايه دليلك على ان ده حصل ده انا سمعت هو انت لكن مفيش حاجه معلنه يعني لو وانس ان حكم الفار عايز حكم الساحه لازم حكم الساحه يروح يشوف. هقول لك ليه بس احنا المحادثه مسجله يعني المحادثه مسجله انا هطلع اقول انا ما قلتش والمحادثه مسجله او انا اقول لا ده انا ما عملتش والمحادثه مسجله. مين اللي بيسمعها؟ المختصين المسؤولين في اللجنه. لكن مش من حق لا يعني الجهاز الفني بتاع الفريق الثاني او طبعا لا شفتيها فين في العالم عشان في حد كان طالب كده يعني لا شفتيها فين في العالم ان حد يطلب ان هو يسمع للمحادثه اللي دارت بين الحكم. دي حاجه تخص يعني لجنه التحكيم جوه بينهم وبين بعض. دي لجنه دي الا اذا بقى في حالات يعني ايه عارفه يعني في مشكله كبيره قوي حصلت وممكن اجيب المسؤولين في الناديين واسمعهم. حاله نادره قوي لكن مش ده طبيعي. لكن مش طبيعي مش ما ينفعش اطلب. تخيلي لو ده حصل يبقى احنا كل ماتش هتحصل فيه مشكله تعالى نسمع لا احنا كده بقى خرجنا بره اطار البروتوكول. اصل ده بروتوكول وليه الضوابط بتاعته ما ينفعش نعديها. احنا مش كل بلد هتاخد البروتوكول تحطه تعيفه على حسابها. لا هو بروتوكول من الاتحاد الدولي والايفاب هو اللي بيحكم مش احنا. طب هل بقى يعني يا كابتن حضرتك بتبقى قبل الفار يعني لو حضرتك حكمت من قبل ما الفار يكون موجود استمتاعك اكتر والفار موجود ولا مش موجود؟ والله يا بصي هو لو سالتيني على رايي الشخصي انا بستمتع من غير الفار وبفضل الله كمان يمكن لو في احصائيه عندكم في احصائيه المفترض تتعمل الحكم اللي استعمل الفار اكتر حد او راح للفار بيرجع للفار بيرجع للفار كتير. دي احصائيه لازم تبقى موجوده لان هي مهمه جدا
انا بفضل الله مثلا الموسم اللي فات ما لجأتش للفار غير في مرتين ثلاثه، منهم مره انا شايف الخطا شايفه بس انا سبته للفار اللي هو شيك عليه، لان هو انا لما تبقى عندك ديلي في حاجه محتاج ان انت تسيب اللعب وترجع، لان ممكن تعمل ديلي. يعني احسن اتاكد احسن ما اكون حسبت حاجه غلط، لكن المتعه في ان ما يكونش فيه وجود فار. يعني الفار افقد كحكم. المتعه مش افقد المتعه، متعتك كحكم. كحكم انا قصدي كحكم. متعتك كحكم انك ما يكونش فيه فار. خروج الحكم للفار حتى لو في لعبه صعبه فهو بيحس ان هو سيد قراره كده، يعني بتحس ان هي هو متضايق. مفيش حكم هيخرج للفار في لعبه افتقدها ويرجع يدي اشاره السيجنال ويحسب ويبقى مبسوط، يعني لا، فهو بيبقى متضايق ازاي افتقدت القرار، ليه انا ما احسبش ليه القرار وانا في الملعب، ليه الجا للفار، ليه الفار اللي صحح لي، ليه هو اللي عدل لي، ليه اروح اعمل مراجعه. بتبقى احساس جواه ده شيء طبيعي، لكن في العاب الكره دلوقتي بقت سرعتها زادت جدا، القوه زادت جدا، الالتحامات بقت فيها زادت بحكم الـ 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 القوة البدنية. لو انت جبتي من 10 سنين، مش هقولك من 20 سنة، ماتش من 10 سنين وماتش دلوقتي هتلاقي معدلات السرعة والقوة زادت بنسبة كبيرة، فده بيخلق التحامات وبيخلق حاجات انت ممكن كعنصر بشري ممكن ما تلحقهاش، ما تلحقش تشوفها. احنا ممكن بنبقى قاعدين قدام التلفزيون في لعبة مثلا جوه منطقة الجزاء، بتشوفيها انت من اول كادر تقول لا ما فيهاش حاجة، من الكادر اللي في الجنب لا سليم، من الكادر اللي هنا لا فعلا سليم، يجي كادر من ورا ايه ده فعلا ده واخد رجله. فاربع كادرات عشان تقدر تحكم على حاله، ما بالك انت الحكم بيبقى هو كادر واحد. لا ده هو كمان يعني الجماهير بقى كل جمهور بياخد الكادر اللي بيعجبه، الكادر اللي الناحيه اللي هي يعني وانزلها على السوشيال يعني ميديا واعمل في لعبه غلط لعبه حصلت معايا من ضمن العاب بدون ذكر اسامي الماتش، برضو اللعبه ما فيهاش اي تلامس، مفيش اي تلامس، يعني انا لو حطيت لك ايديا الاثنين كده انت ممكن تعرفي انا ايديا لازقه في بعضها ولا لا، ما تعرفيش، لكن لو جبتها لك كده في فرق. فجابوا اللي هي كده ان في تلامس، فانت تقدر في الموسم ده يعني موسم لا ده من 3 سنين، مش حاجه قريبه لا يعني لا لا مش حاجه مش هتعرفيها يعني. مش هعرفها. حاولوا يا جماعه تعرفوا الكابتن قصده ايه. صعبه تيجي. ضغط الجماهير، ويعني خلينا ناخد الاول ضغط الجماهير، يعني بتبقى دايما قبل ما تدخل المباراه الجماهير كده لا ما هو ده داخل الماتش ده هو مش محسوب علينا، ده هو بيحب الفريق التاني، ده هو عايز يخسرنا، ده هو عايز كذا. بتتعامل ازاي مع ضغط الجماهير ده؟ لا انا اولا انا متعتي كحكم، انا كمحمد الحنفي متعتي ان الاستاد يبقى مليان على الاخر، دي متعتي، لان انا اصلا بزداد تركيز وبزداد ثقه في نفسي لما يكون الجمهور موجود. لا ده كلام بروفيشنال، ما هو عشان يا كابتن حضرتك يعني قديم في التحكيم فبتحب كده. لكن انا بكلمك عن نفسي. يعني ده حاجه، لان البعض يقول لا انا مش عايز جماهير بقى وتقعد توجهني وتقعد اللي يغلط واللي يقعد يقول على كل لعبه ويزوموا بقى والكلام ده. والله الحكم المفترض ان هو يواجه الضغوط، الجمهور ده نوع من انواع الضغوط، لكن في مجموعه ضغوط كتير قوي على فكره بتمارس على الحكم طول ما هو حكم او بعد ما يبطل او لحد اخر صفاره ليه في عمره، هو بيمارس عليه ضغوط، وممكن يكون في اخر يوم في عمره نوع ضغط جديد هو عمره ما شافه قبل كده، يعني ممكن تبقى نتيجه ماتش، ده نوع من انواع الضغوط، اعتراض من الجهاز الفني عليه في لعبه، ده نوع من انواع الضغوط، لعبه تحت رجل الدكه نوع من انواع الضغوط، انذار اول ويتبعه انذار تاني، نوع من انواع الضغوط كتيره قوي قوي قوي، ومنها هي الحكم، منها هي الجمهور نوع من انواع الضغوط. لو انا اتعودت عليه وبالنسبه لي مش مركز معاه، انا مركز في الملعب كانه مش موجود، هو بس صوت موجود، خلاص مش هاثر فيها خالص يعني. ده عشان حضرتك كابتن محمد الحنفي يعني. لا وفي لا والله حكام كتير وحكام صغيره كتيره ما يهبوش تحكيم، بس هو احنا برضه في جيل ما نقدرش نحكم عليه الفتره دي، لان هو لعب بدون جمهور، ما شافش الجمهور، الاستاد المليان ما حضرش الجمهور، ان هو الاستاد يبقى مليان، احنا داخلين على 10 سنين الجمهور العدد بيبقى قليل، يعني عدد قليل ما بيعديش يعني اكتر حاجه كان مره 5000 يعني انا اخر ماتش لعبه ماتش الاهلي وحرس الحدود التتويج كنت حاسس ان في جمهور، يعني غير كده ما كانش فيه ما فيش صوت حماس يعني، عشان هم سابوا المساحه يعني احتفاليه فعادي سابوا شويه،
لكن اتمنى والله ان الملعب كله هو كله نفس ان الجمهور يعني هو التحكيم عايز والفرق عايزه واللعيبه عايزه كله وخلي بالك وده بيخلي ده بيزود من متعه المباراه صحيح وجود الجمهور الصوت اصلا انت في الملعب وانت سامع الصوت الجمهور بيشجع ده بيزود من متعه المباراه بشكل كبير يعني خلصنا الضغط الاولاني بتاع الجماهير عايزين ندخل على ضغط اللعيبه كابتن الحنفي قبل ما تدخل مباراه في لعيب معين اول ما تعرف ان انا هحكم للفريق ده لعيب بيبقى دايما في راسك انا عارف ان ده مش هيسيبني طول المباراه مره كنت رايح ماتش للزمالك فانا شايل هم طارق حامد او ما كان في الزمالك يعني هو طارق على فكره من الشخصيات الجميله او الطيبه يعني فانا شايل هم طارق ان هم طارق من نوعيه اللي طارق اللي بيعمل لك مشكله في ايه فاولاته ممكن يعمل فاولات كتير لكن مش ممكن ما توصلش ممكن يعمل 10 فاولات في 5 دقايق بس ما همش انذارات ما تعرفش تمسكه كده يعني هو ممكن ما يعملش ما يخش فانا رايح الماتش فشايل هم طارق ببص لقيت في السكور دخلت السكور لقيت ان طارق حامد موقوف الماتش ده قلت يا فرج الله الحمد لله بقى براحتي بقى الحمد لله ان طارق موقوف كده انا براحتي بقى مفيش ضغط عليا يعني ففي بتحصل كتير يعني طب في لعيب يا كابتن مثلا بيخدع شويه يعني يحسسك ان ده بنالتي وفي الاخر تكتشف ان هو مش بنالتي خداع كده هي انا من نوعيه ان انا ما حصلتش معايا انا ممكن العكس يعني انا يعني نوعيه تحكيمي صعب ان انا احسب ركله جزاء وتطلع مش ركله جزاء لكن ممكن ما احسبش وتطلع فيها لان انا بحكم ان انا يعني بسيب القوه شويه لكن ما اقدرش ما ينفعش احسب لعبه ما تكونش فيها لكن ما تخدعش بسهوله يعني بسهوله لكن اللعيب اللي زي ده بحاول ان انا دايما ابقى قريب منه جدا يعني دايما تستشف كان مثلا ايمن حفني في الزمالك كان في الاهلي تريزيجيه في لعيبه وهي جوه ال 18 لازم تبقى انت قريب منها ليه عشان تشوف كل التفاصيل لان سهل لو انت بعيد او مش في زاويه رؤيه واضحه سهل يخدعك اللعيبه بتعرف تستغل ده كويس فبيبقى في لعيبه كده بيبقى معروف ان دول داخلين هيمثلوا هو بيبقى معروف بس انت لازم برضو تخرج الفهم ده من دماغك يعني ممكن يبقى هو ليه فعلا ركله جزاء فانت عشان واخد عنه فكره ان هو بيرمي نفسه او هو بيوقع نفسه من غير تلامس فانت تبقى انت واخد فكره مسبقه لا انت عايز توصل ليه ان انت تبقى انت قافل بين قوسين عليه وبتشوف ليه حاجه هياخدها ملوش مش هياخدها فانت بتبقى مهتم باللعيب ده لان في لعيب اصلا ممكن يتضرب جوه منطقه الجزاء وما يقعش ما بيعرفش لعيبه ما بيستغلش الفرص ما بيستغلش اللي هو اتخبط فيقع وفي واحد تاني شاطر في الحته دي بيستغل التلامس البسيط وبيبقى في كونتاكت خلاص في كونتاكت حصل فخلاص حقه فتحسن يعني لكن في واحد بياخد الكونتاكت ده وبيكمل فده برضو ايه كل واحد ده بيبقى سهل بالنسبه لي ان انا اشوف الخطا بالنسبه لي سهل لان ده مش هيقع غير لما يكون فعلا خد له ايه يعني شلوت لازم يكون حاجه كبيره يعني وجود العنصر الاجنبي في رئاسه لجنه التحكيم يعني مارك كلاتنبرج ودلوقتي بيريرا شايف ده مفيد للتحكيم المصري ولا تفضل انه يعني رئاسه اللجنه تكون مصريه والله بصي هو انا ما فيش مشكله ابدا ان يكون في اجنبي ده زي ما موجود في اي حته احنا عندنا في كل مجالات العمل في مصر في مستشارين اجانب في كل القطاعات سواء في على مستوى الوزارات على مستوى الرياضه موجود عندنا منتخب الاولمبي منتخب الاول مديرين فنيين اجانب مفيش مشكله ابدا هو المهم ان اللي هيجي ده يكون هيضيف لينا وان هو فعلا يكون وجوده فعلا هيزودنا مفيش مشكله ابدا لكن تجربه مارك ما كانتش ناجحه خالص لان هو ما كانش متفرغ للتحكيم لان هو ما كانش موجود مش بقول كده مش بقول كده عشان هو مشي لا هو فعلا ما كانش موجود هو كان اجتماعاته ما بيننا كمان كانت عبر زوم فقط مش بتشوفوه فيس تو فيس يعني منزل لا انت معلش اساس الخبير الاجنبي يجي ينزل معاك الملعب يقول على مواقف حصلت ينزل الملعب معاك يعلمك تحركات يعني تدريب حي يعني مش عبر القارات يعني ده 6 شهور ما نزلتش الملعب ما نزلش مره فطبعا ده ياثر عليك ويعني انت مش محتاج حاجه نظريه محتاج عمل هو ما نزلش مره التحليل الاداء التحكام تحليل ادائنا الاسبوعي كان عبر زوم وبيبقى حوالي 10 دقايق
بس كده يجيب الحاله على زوم، وانت تعرف الزوم الجوده بتاعت زوم وانك تتكلم وانك تشرح بتاع الواحد اصلا تمام، مش 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 زي يعني ما يكون الواحد قدامه حد يعني بيتكلم واي كونتاكت والكلام. اجتماعين داخل اتحاد الكوره فتره 6 شهور يعني في القاعه، فما فيش ما عملش معسكر. هو مش فاضي لان هو كان مستشار تحكيم في اليونان في التوقيت ده، وكان متعاقد مع قناه فضائيه اجنبيه بيحلل اداء حكام. هو مش فاضي، هو كان بيجي يوم في الاسبوع يومين في الاسبوع ويطير. يبقى ده ممكن يكون استشاري مش رئيس بقى لجنه التحكيم. وحتى لو استشاري معلش اصل انا هديك، انا بديك دولارات ما لا يقل عن 20,000-30,000 دولار، انت لازم تقعد لازم تبقى متفرغ لينا. انت لما عاوزك في اي وقت الاقيك، هطلب منك بيانات الاقيك، الحكام لها متطلبات الاقيك، عايز معسكرات بدليل دلوقتي مستر بريرا اي معسكرات بيطلبها بتتعمل. هتقول 3 معسكرات في الصيف يعني. ده لا ده احنا بس ده الاليت ايه. انا اكلمك في واعدين. في واعدين وفي مساعدين وفي محاضرين وفي مراقبين، ده كتير الفتره اللي فاتت دي معسكرات. والله من النار يعني. لا شغال شغال، هو شهاده الله ودي موجود على فكره مش شهادتي انا، هو موجود وموجود بشكل يعني هو تقريبا في الفتره اللي فاتت ما سافرش غير مره او مرتين. وطول الوقت معاكوا وشايفينه في بينكو يعني لينك. لا لينك مفتوح، هو حتى في مترجمه موجوده معاه لو في اي مشكله لو في اي حاجه هو بيسمع. حاسس بوجوده وحاسس بان هو ليه اضافه يعني. حتى كمان هو طلع على الهواء وقال ان انا كنت طول الفتره اللي فاتت 4-5 شهور باخد معلومات كبيره وبعرف مستويات الحكام وبعرف كل التفاصيل، ومن السنه الجايه من بدايه الموسم هو مسؤول عن كل حاجه. حاجه مختلفه. هو مسؤول يعني، هو المسؤول بقى عن التعيينات، وهو اللي هيبقى يعني هو اللي هيحط، لان هو ما كانش مسؤول عن التعيينات السنه اللي فاتت يعني. ما كانش زي يعني وضعه السنه الموسم اللي فات مش زي الموسم ده. لا مش هو اللي بيحط الحكم ولا المساعدين في الماتشات، هو دلوقتي خلاص اتعرف على خلاص كل هو عارف، هو تقريبا عارف كل المستويات خلاص، هو بيذاكر كويس وبيحط بيانات الحكام كويس، هو شاطر في الحته دي قوي، هو عارف كل حكم وعارف كل واحد مستواه. هو بقى اللي بعد كده هو اللي هيحطه، هو اللي هيقرر، هو اللي هو بقى مسؤوليته، هو اللي يعني هو اللي شايف ده مناسب للمباراه دي ولا ده مش مناسب، وهو اللي يعني برضه اللي هيعاقب. وعارف يعني الاجواء بقى في مصر عامله ازاي. عارف خلاص لان هو انا حضر معايا مباراه القمه بتبقى شكلها ايه والكلام ده. ماتش القمه اللي فات انا كنت فار في الماتش، فهو كان موجود معانا، قعدنا في الاوتيل طول الليل مع بعض الصبح ومشينا مع بعض، وبرضه كنت في نهائي الرابطه كنت موجود برضو فار، وكان موجود معانا في اسكندريه في برج العرب، واتعرف على الفرق وكل فريق عاش الاجواء وعارف الامور الاجواء المصريه بشكل زي دي. اهم حاجه عشان دي برضو غير يعني طبعا الحاجات الفنيه لازم برضو يبقى عارف غير اوروبا خالص. غير اوروبا خالص الموضوع مختلف يعني. طب يعني يا كابتن عايز اعرف كواليسك كده، اول ما بتتبلغ انه عندك ماتش الفريق ده والفريق ده يعني فريق الف وفريق ب، كواليسك بقى قبل الماتش وبعد الماتش. هو احنا دايما حتى عندنا كان عندنا مشكله في الحته دي قوي، لان كل مسؤول بيجي عن التحكيم ليه سياسه في تبليغ الماتش امتى. يعني احنا بنفضل احنا مش اقل من 48 ساعه ابقى عارف ماتشي. يعني انا النهارده مثلا الساعه 9 النهارده الحد اعرف ماتشي يوم الثلاث. هيفرق في ايه كابتن 48 ساعه او اكتر او اقل؟ هتفرق في ايه؟ انا دلوقتي محتاج ان انا انظم التدريب بتاعي، انا النهارده هتمرن ايه وبكره هتمرن ايه عشان عندي ماتش، ما اكونش انا عامل حمل عالي في التدريب وانا اكون اصلا رايح اعمل حمل عالي في الماتش. استعداد اوريدي. استعداد ده الشك البدني. الشك الثاني هو الشك الراحه الاستشفاء بتاعت رجلي، ان انا عايز اعمل استشفاء نفسي عشان يعني انا دلوقتي ينفع اتبلغ بماتش النهارده الماتش بكره؟ طب انا عامل حمل عالي وعامل لود على نفسي، فبكره المفترض اللود اعلى لان ده ماتش رسمي، فانت هتبقى انت كده مجهد معرض للاصابه، معرض ان انت تبقى معرفش اجري براحتي مش جاهز. ما تبقى معرض ان انت تبقاش 100% جاهز. احنا بنحب ده. وفي في يعني كان في مدارس كانت بتبلغ قبلها بخمس ايام. ده افضل بقى. انا يعني كان مارك في الحته دي بصراحه، انه من بدري اللي عامل سيستم بقى. عامل سيستم بتجي لك مسج ما بيقولكش ماتش ايه، بس عندك ماتش يوم كذا. مشكله انا مش عايز اعرف الاسم الماتش. انا النهارده الحد عندي ماتش الخميس. حلو قوي. عشان استعد بقى عشان ادرج تدريبي واعرف انا هعمل ايه، وابقى عارف نفسيا انك عارف ماتش عندك يوم الخميس. طب انت كده كده بتدخل على الموقع بتعرف عارف ايه؟ لا بتعرف ايه اللي ماشي عليك مثلا. في 3 ماتشات في اليوم ده،
فانت مثلا لعبت للمقاولين الاسبوع اللي فات وعندك مشكله مع سين فانت عندك الماتش في النص لكن هو انت بتبقى مستشفى عندك ايه لكن ما بيتبلغ. طب ايه فكره ان انا ما بلغش؟ يعني ليه ما يتبلغش من بدري المباراه؟ هل ده امنيا؟ والله يعني هو لا مش امنيا. هو والله هو دايما احنا برضو في اجواء مش احسن حاجه. هو يقول لك بلاش الحكم يعرف اسم الماتش ايه. لا يقول مثلا لصاحبه واقف بيتكلم معاه فصاحبه يقول لحد فحد يعرف الماتش يعلن. الماتش يعلن اوكي وهو لسه ما نزلش على موقع الاتحاد. يعني ما كنش نزل على موقع يعني الاتحاد. دي سريه بقى ممكن تكون سريه عمل بقى دي حاجه تانية مش انه عشان مثلا امنع حفاظا على الحكم وحفاظا على السريه بتاعه الماتش وان الماتش ما يعلنش قبل ما ينزل على موقع الاتحاد يعني. لكن مش ان انا احمي مثلا الحكم ان حد يجي يتكلم معايا. طب يا كابتن يعني مثلا حد من الجهاز الفني بتاع فريق يكلمه قبل الماتش قصدك؟ لا لا ما بتحصلش يعني. ان اصل انت برضو بتتكلمي عن دوري ممتاز حاجه كبيره لا هو اللي مسؤول دوت هيقبل ان هو يكلم حكم قبل الماتش ويكلمه يقول له ايه لا ما لهاش علاقه بالموضوع. لا هي علاقه بس ده اجراءات عشان خاطر تبليغ الماتش وعشان خاطر الحكم حتى يبقى هو ذات نفسه معلوش لود. يعني انا عندي ماتش كذا فاقفل تليفوني. لا انا بقبل اقفل تليفوني فعلا من ساعه ما تبلغ بالماتش. يعني موقف كده كوميدي حصل لك يا كابتن؟ يعني احنا سمعنا عن موقف الميكروباص قبل كده وموقف الكوبري فاحكي لنا كده عن موقف كده كوميدي. والله هو في موقف مش كوميدي يعني كنت اتمنى ان هو يحصل بس انا ما لقيتش. يعني كان في ماتش الاهلي والزمالك 2018 فكان كابتن الفريق هنا في الاهلي كان حسام عاشور وتقريبا هنا كان جنش. فانا عارف ان في طبعا توتر من قبلها شيء طبيعي يعني. في ماتشات اهلي وزمالك تحس ان انت الامور والاعلام والدنيا يعني مكبره الموضوع قوي مكبره وفي اي ايام قبل الماتشات دي بتبقى الامور مساعداها شويه. فانا ما كانتش مساعداها خالص يعني. انا كان الماتش ده يعتبر الاهلي خد الدوري يعني الاهلي كده كده واخد الدوري والزمالك عايز يعمل حاجه يعني. فهو الماتش كان بالنسبه للاهلي احنا واخدين الدوري وبرده لكن ده ماتش اهلي وزمالك. فانا جبت حسام عاشور وجبت الونش فقلت له الجنش فقلت له فبنعمل احنا قبل واحنا نازلين قبل ما نروح الاصطفاف فقلت لهم يا شباب احنا عايزين نسلم على بعض يعني اللعيبه تدخل تسلم على بعض ويبقى في نفك التنشنه. فقالوا لي ماشي يا كابتن حنفي ما فيش مشكله. عملت التوس دب دب راحوا تصوروا طبعا بيروحوا يتصوروا الاول وبعدين ببص ما لقيتش حد جنبي. سلام يا جماعه سلام يا جماعه مش قلتوا لي هنسلم انا كابتن حنفي ما انا جيت اسلم وهو اداني ظهره فانا قلت يا نهار ابيض. فانا بحاول المها لقيتها اتبعطرت لقيتها اتبعطرت فخلاص بقى اتبعطرت. حاولت تهدي يعني دايما الحكم المفروض يبقى نازل يعني محاوله منه انه يهدي الاجواء بين الفريقين من الاول يعني. في شك حسب ظروف المباراه ليها دور واجواء اللعيبه ليها دور كبير لكن انت مش شغلتك ان انت يعني مثلا لعيب مش عايز يهدى انت بتحاول تهدي. وفي حاجات كتير احنا بنعملها على فكره ما بتبقاش بتبقى في الكواليس انتوا كجمهور ما بتاخدوش بالكم منها. ان احنا بنتكلم مع اللعيبه مثلا يجي لعيب مثلا هو متضايق مثلا على فكره ممكن اللعيب اصلا يشد مع زميله وانت مش سامع انت كجمهور مش سامع ما تلعب راجل يلا ومش عارف ايه ما تكلمنيش كده لا اكلمك حاجات مقبوله زمايل نفس الفريق حاجات مقبوله. انا ممكن ادخل ما بينهم اهدي خلاص ياسين خلاص يا صاد خلاص بقى انا سامعكوا عشان ما الريتم ما يعلاش لان ممكن الريتم يعلى يقول حاجه فانت تبقى انت ليك موقف ساعتها فبتحاول ان انت تسيطر على اللي موجود ده لان الموجود ده مقبول وبيحصل في اي حته في العالم. لو الفريقين بقى ضد بعض وواحد عصب التاني لو حصل حاجه برده مقبوله بتقدر تتحكم فيها وتقدر تلمها ممكن تلمها واللعب شغال. يعني في حاجات اللعب شغال انت بتلمها وانت ما تاخدش بالك منها يعني انت كجمهور ما تاخدش بالك منها لا في حاجه مشكله كانت هتحصل وخلصها الحكم ولمها وعرف يلمها وانتهت. لكن في حاجات كتير احنا بنعملها انتوا كجمهور ممكن ما تشوفوهاش شايفينها يعني. احنا كابتن كده اول فقره خلصت فقره الاسئله عندنا فقره تانية اسمها مفيش تحكيم انا التحكيم. احنا عندنا دلوقتي فقره الصفاره اتفضل يا كابتن دي الصفاره معاك. انا هسال حضرتك 10 اسئله من حقك تصفر في سؤالين
انك ما تجاوبش عنهم. 10 اسئله؟ 10 اسئله هصفر في سؤالين، في سؤالين من حق سؤالين بس صفر. لكن عندك 8 اسئله لازم هتجاوبهم. عايز توفر بقى الصفاره لحد الاخر براحتك، لان لو خلصت الصفارتين هتضطر تجاوب على بقيه الاسئله. ماشي. عايز اعرف منك، هل ندمت مره بعد مباراه وضايقت كده من نفسك في قرار خطأ اخدته؟ اكيد يعني. لا يعني غصه جامده يعني وجعتك؟ لا، في فرق بين انت اخطات خطأ. لا، خطأ يغير مسار المباراه. لا 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 مباراه. لا، في فرق بين اخطات خطأ انت شايفه واخطأته، فانت دي حاجه تانية. لكن في فرق ان انت في لعبه مثلا سهله وما شفتهاش. احنا في ظل وجود الفار طبعا ما بقاش في حاجه زي دي، لان انت لو في حاجه انت افتقدتها حكم الفار هيراجع وهيجيبك، فانت بتبقى الامور اتحلت. انا بتكلم قبل الفار، لو في قبل الفار لعبه انت ما شفتهاش وروحت ولقيتها فعلا اتهاجمت فيها ولقيتها فعلا كده، طبعا بتضايق جدا وبتزعل. لكن حصلت حاجه كبيره توجعك انه يعني كبيرة؟ انا غيرت المسار مثلا، كان فريق كان هيكسب ولكن هو مثلا هبط بسبب ان انا في حاجه ما شفتهاش، يعني حاجه كبيره تبقى حصلت يعني. لا يعني حاجه كبيره ما تبقى دايما الاخطاء البشريه العاديه. لا، حاجه ممكن ما فيش حاجه يعني عملت معايا مشكله كبيره. يمكن ماتش، كان ماتش الزمالك والمقاولين ده 2-2 من 3 4 سنين، وكانت اللعبه انا صح فيها يعني، طلعت انا صح، اتهاجمت فيها بس طلعت صح والاستديوهات كلها. فده ما فيش ندم بقى؟ لا لا، ما فيش ندم. لا لا، ما فيش ندم. اصفر ولا لا؟ ما هو انت تصفر لما تعترض يا كابتن. ماشي. السؤال الثاني، هل المفروض الحكم وهو يعني نازل المباراه بيحط في عين يعني في اعتباره كده ان هو الفريق ده مثلا محتاج هيهبط، فمحتاج ان انا اعدي له الماتش ده تعادل، يعني نوع من يعني مراعاه ان الفريق ده ما يهبطش والفريق التاني مش محتاج حاجه زي كده؟ هل مثلا الضغط الجماهيري بيقول طب خلاص انا ممكن بدل ما ادي 5 انذارات هدي 3 انذارات مثلا؟ في الحكم بيحط ده في اعتباره ولا نازل ملوش دعوه مين اللي بيلعب ولا ايه ظروف الماتش؟ لا، هو الحكم ما اشتغلش حكم عشان هو يشوف ظروف الماتش محتاجه ايه وينزل على قد ظروف الماتش ويشتغل. ملوش دعوه؟ لا طبعا، في كل الاحوال ملوش دعوه. لان انت معلش يعني لو انا بحكم ماتش زي ما حضرتك بتقولي فرقه على هبوط وفرقه ملهاش في الموضوع، هو اكيد في ماتش تاني نتيجته متعلقه على الماتش ده. فمش الفريق بس يعني اللي هو لو هو بس الماتش ده الفرقه دي، ده اصلا ممكن تلاقي الفرقه ذات نفسها اللي موجوده هي اللي متعاطفه، مش انا. يعني ممكن هي الفرقه ذات نفسها اللي بتلعبها هي اللي بتعايز تعدي، بتعدي بقى، دي مش شغلتي. لكن اكيد بدام المشهد كده ان في فرقه لو خسرت تهبط وفرقه، اكيد ده متعلق بماتش تاني ان في فرقه هتهبط، وانا انت الحكم ملوش دعوه، انت الحكم ما تتدخلش في ده ابدا. ثالث سؤال، دلوقتي ابتدينا نشوف ان في حكام سيدات. هل حضرتك مع الموضوع ده بتشجعه ولا شايف انه لا احنا مش هو مش انا اللي هشجعه، لان الفيفا والاتحاد الدولي بيعمل على ده؟ لا بس ممكن بقى كحكام يعني الرجال مثلا يوقفوا في الموضوع ده؟ ابدا 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 يعني؟ ابدا، لان هي انت مش هتاخد منك حاجه اصلا يعني. السيدات لما تيجي تحكم هي مش هتاخد منك حاجه اصلا. انت يعني دلوقتي موافق عليها يعني؟ طبعا طبعا. لا خاصه ان انت دلوقتي الاتحاد الدولي اللي اتفرجت على كاس العالم اللي فات بالظبط، يعني مستوى التحكيم النسائي يعني يفوق رجال كتير موجودين في الفيفا. لا ده لازم ولابد، واحنا اصلا لو انت مش على الخريطه وفي حكام كره نسائيه موجودين في البطولات، ان عندنا شاهنده من اسكندريه قريب جدا هتبقى في بطوله كبيره، فانت لازم تبقى موجوده وحكيم الدوري ممتاز. يعني بتشجع فكره يعني النساء في عالم التحكيم؟ طبعا طبعا، شايف ان هي ظاهره كويسه ومفيده كمان. ده هو انت كده، ما انت مش هتتواكب مع اللي بيحصل في العالم، يبقى انت كده لا، انت كده هتبقى بره بعيد خالص يعني. والفيفا بتجبرك ان الحكام النساء يحكموا في الدوري الممتاز. السؤال اللي بعده، بنسمع انه التحكيم دايما بيبقى فيه مواقف كده صعبه، من ضمنها انه مثلا ممكن حد يعرض على حضرتك هديه حاجه يعني عشان خاطر ايه تسهل الامور لفريقه. هل حضرتك تعرضت لحاجه زي كده؟ لا، هو في مصر طبعا لا، مفيش اي حاجه من دي ابدا ممكن تحصل يعني. لكن ممكن تكون موجوده شويه في بعض المباريات في افريقيا، لكن برضو بتبقى في حدود يعني. وانت بتتعامل مع الموقف ده بشياكة قوي يعني، ان احنا مسلمين وان احنا ما بنقبلش الشيء دوت، وبينتهي الامر على كده يعني، ما بياخدش اكتر من كده. طب احنا الحمد لله لحد دلوقتي ما استخدمناش ولا صفارة. لا مش نكمل بعد كده. مين اقوى في الضغط على الحكم، الاهلي ولا الزمالك؟ الضغط على الحكم؟ على الحكم.
والله تسالي عن نفسي؟ يا اتفضل يا كابتن. لا عن نفسي انا الاثنين ما يهمنيش ضغط. انا مش بتاع ضغط، انا مش في دماغي خالص يعني. هو انا طبعي يعني ايه، بيسميني الحكم بارد شويه يعني، فبيقولوا لي انت بارد. فانا ما اعتقد ده مطلوب يا كابتن. في التحكيم مطلوب جدا جدا يعني، انت تبقى انت هادي بارد بس يعني ايه، فايق مش بارد ضايع بس فايق فايق للي بيحصل حواليك. اللي بعده، اتعاملت ازاي مع هجوم رئيس الزمالك المعزول او السابق المستشار مرتضى منصور لما يعني هجمك جامد جدا؟ كل حاجه بتاخد في مصر يعني ممكن تاخد 3 ايام، بعد 3 ايام خلاص لا انا ما بردش ابدا، عمري ما رديت على اي نقد او اي اساءه او اي حاجه من اي مسؤول، او يعني عمري ما برد يعني، عمري ما بطلع ارد او اكتب على صفحتي مثلا او اطلع ارد زي لا خلاص اللي يتكلم انا مش. انا عارف مهنتي، هي طبيعتها ان هي ان انت تنتقد سواء من ده ومن ده، فلكن هي فتره الفرقه دي بتلعب الماتش اللي بعده بينسى خلاص. انا عارف الدنيا. لما قرات في مجله الاهلي لقب الحكم الملكي 2018 حسيت بايه بقى ساعتها؟ لا زعلت قوي، هي دي حاجه زعلتني جدا ساعتها والله، في لان كنت امشي مثلا حد يقول لي يا عم ده كاتب، اقول له يا عم انا ملاكي زمالك اجره اهلي سياحه اسماعيليه انا بتاع كله فعادي يعني. فلكن انا موقف زعلني ساعتها، وكان ساعتها يعني كابتن محمود الخطيب استاء من الخبر ده، ويمكن خد موقف مع الكاتب المنشور دوت او المنشط ده، وساعتها يعني تم انهاء الموضوع ده بشكل سريع. لكن عادي يعني معرض للنقد ده فحضرتك متقبل عادي، ما هو الحكم لازم يبقى فوق كل ده، لو هو الحاجات دي هتأثر فيه مش هيبقى حكم، مش هيقدر يكمل كده. كابتن محمد عادل، هل أخطأ في يعني لما قال الاحتواء؟ لا، واحنا فسرناها بشكل وحش يعني، احنا فسرناها بمفهوم وحش، لكن هو حب يقول كلمه ان فيها معناه ان هو مش عارف اقول ايه، لكن هي الكلمه يعني اتفهمت بشكل وحش، لكن احنا برضو بنتك على حاجات يعني ما كل واحد ما بيصدق بقى، كل جمهور عايز يصطاد التاني. لكن هو كان يعني يفضل طبعا ما تتقالش يعني، بس عشان انت اصلا ما تقصدش بيها اللي تفسر بيها ده، النية كانت كويسه ولكن اللي تفسر ما كانش مناسب يعني. تقييمك لمستوى التحكيم المصري، وامتى هنشوف حكم مصري بيحكم في كاس العالم؟ بيحكم قصدك بيشارك يعني؟ يعني زي يعني يبقى حكم ساحه. احنا عندنا تقريبا في كل دوره في حكم، او احنا عندنا مثلا بتتكلم على حكم كاس العالم الكبير يعني، احنا عندنا كاس العالم اندر 20 اندر 20 لا اندر 20 يعني تحت 20 سنه. كاس العالم تحت 20 سنه كان محمد معروف موجود، وفي تحت 17 سنه احمد حسام حكم مساعد لسه جاي له امبارح. كاس العالم ما هو كاس العالم بصي، هو انت في شمال افريقيا 4-5 دول، اللي بيروح كاس العالم من شمال افريقيا هو بيبقى حكم، هو الدور على مين اللي ماشي في التقويض دوت يعني، زي ما كابتن جمال غندور راح 98 وراح 2002 وبعده كابتن عصام راح 2006، غبنا فتره طويله لحد ما كابتن جهاد جريشه كان في مش فاكر بالظبط كام، لكن كان في دوره في كاس العالم اللي هي اللي قبل الاخيره بتاعت روسيا، في روسيا كانت 2000 وكام 2018 في روسيا. 2022 ما كانش في حد عندنا غير مساعد محمود ابو الرجال، بس كان في يعني برضه لينا تواجد فيه، لكن انت الزون بتاع شمال افريقيا دايما المغرب الجزائر تونس بيبقى دايما الزون ده بيبقى فيه حكم، ما بيروحش اكتر من حكم كاس العالم، ولو راح حكم تاني بيبقى فار مش حكم ساحه. فانت بتتكلم على حكم الساحه اللي ماشي دلوقتي في افريقيا هو مصطفى غربال، هو اللي موجود على الساحه اللي هو هيروح كاس العالم زي ما راح كاس العالم اللي فات، لانه سنه صغير وهو يقدر موجود. فهو نتمنى ان فرصه تكون موجوده لامين عمر، لان هو اقرب واحد يكون موجود في كاس العالم اللي جاي، وانا شايف ان الاتحاد الافريقي بيبص له والفيفا بيبص له بشكل كويس يعني. يعني ان شاء الله احتمال نلاقي في كاس العالم اللي جاي. لسه النهارده نازل الاسماء بتاعه الحكام اللي رايحين كاس الامم الافريقيه، رايح من عندنا 3 امين ومعروف والبنا، واثنين مساعدين احمد حسام طه ومحمود ابو الرجال، وحكم فار محمود عاشور.
يعني احنا عندنا 6 حكام رايحين كاس الامم المعسكر التحضيري في كوت ديفوار الشهر الجاي. اتمنى ان شاء الله في كاس العالم يعني لا تواجدنا كويس، فاتمنى ان طبعا يكون دي خطوه لكاس العالم. واخيرا سبب خروجك من القائمه الدوليه في 2018 وعدم الرجوع للقائمه دي تاني، هل ده ظلم لشخصك؟ هو انا مش عايز اتكلم ان هو ظلم طبعا، لان هو في بعض الامور اللي هي يعني متعلقه ب يعني اسرار جوايا مش هينفع اقولها، لكن انا اقول لك بشكل عام يعني هو المفترض ان انا مؤهل ان انا ابقى موجود في القائمه، يعني انا فت فنيا افضل حكم في مصر في التوقيت ده. اتصبت في الاختبار بتاع القائمه الدوليه، فانا ليا اعاده بعد شهر. فالاعاده دي لو ما نجحتش فيها فمش هبقى موجود. لكن ليا اوبشن ان انا يتبعت اسمي لحد ما اتعالج واجري يعني. فطلبت ده قالوا لي لا مش هينفع لازم تجري دلوقتي. فاخدت ريسك على نفسي واخدت يعني حقني في رجلي عشان اجري، وبرده ما حصلش نصيب ان انا كملت. ف في الوقت ده خرجت طبعا من القائمه الدوليه، وان كنت انا ما بحبش اتكلم في الموضوع ده ان هو بيضايقني يعني، لكن نصيب وقدر والحمد لله. يعني الواحد ممكن يكون ربنا رزقه بحاجات تانية افضل من القايمه. انا جاوبت لك على 10. انت كده كابتن يعني كده ندخل بقى في اسئله تانية عشان نستخدم السفاره كده ما استخدمناش السفاره يعني يا كابتن يعني 10 على 10 يعني ما بحبش اسافر اصلا انا ما بحبش اسافر 10 على 10 يا كابتن، بنشكرك على وجودك معانا على الاقل كوره، استمتعنا جدا بالحوار مع حضرتك. ربنا يخليك، انا اللي مستمتع جدا ومبسوط ان موجود معاكم في الأجواء الجميلة دي طبعا، ومش عايز أقول الجو جميل قوي هنا يعني شكرا يا كابتن. شكرا ليكي.